الملياري، تلاقينا معك في مسرح الثقافي الحي محمدي، وبغيت نسولك على كي دازت التجربه ديالك في الكوت ديفوار. هو قبل من الكوت ديفوار كنت في تونس. ديال تونس. كان في مصر الحمراء في تونس، العاصمه في تونس، وكان تجاوب جميل في الجمهور المغربي، ولم تعرف الجمهور التونسي الذواق اللي اكتشف فيه انه جمهور يحب المسرح بشكل حد الجنون. كان كذلك استقبال من طرف سيد القنصل بتونس بواحد الشكل رائع، عمل بزوين. كذلك في الكوت ديفوار قدمنا جوج ديال العروض في ابيجون، كان داكشي جميل جدا. كاينه جاليه مغربيه كبيره، ودابا ان شاء الله الرحمن الرحيم نتهيئ الجوله ديالنا في كل من اسبانيا. اللي داس مزيانه ديال الكوت ديفوار ولا ديال تونس؟ يتشابه، كاين تشابه، ما يمكنش نقول لك شكون اللي داس احسن من الاخر، على اعتبار ان فين ما كنمشيو فين ما كنرحلوا ولا كنرتحلوا الا وكنلقاو جمهور مغربي. جا جمهور مغربي بزاف تما، سيمانيا ريت صوروا معك الناس، كي كان عندك انت الاشهر؟ الحمد لله، ما هذه ماشي المره الاولى اللي كنخرج فيها بمسرحيات خارج ارض الوطن، ماشي المره الاولى اللي كنخرج مع الوزاره المنتدبه المكلفه بالهجره والجاليه المغربيه. يعني مشكوره هذا العام، خدات تحدي، خدات 140، خدات 40 عرض، 40 مسرحية و 180 عرض، فبالتالي هذا شيء جميل يتجسد. حبذا لو انه يتكرر اكثر واكثر، حتى المسرحي كيحسن راسو انه فنان بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كيشوف العالم، كيتلاقى مع المغاربة ديال العالم، وحتى دوك المغاربة عندهم الحق. شحال دابا جيتي دابا للمغرب؟ 3 ايام. باقا عندك شي جولة أخرى عاوتاني؟ أنا بديت بالجولة الإفريقية، ودابا إن شاء الله الرحمن الرحيم عندي الجولة الأوروبية. فين عندكم؟ اسبانيا، ايطاليا، بلجيكا. التاريخ؟ ان شاء الله غادي تبدا الجوله ان شاء الله الرحمن الرحيم في الشهر الاخر. هم مجدين بريباري داك الشيء كلشي ناري. وانت فرحان بانك غادي تخرج؟ بطبيعه الحال فرحان، ولكن شي مسرحي انا الفرحه ديالي هي ملي كنكون كندير المسرح بالدرجه الاولى. المدام ديالك كتمثل معك المسرح؟ الله، ومشاركه معك في هذا؟ لا، هذه مسرحيه، في حين ان عندها في معايا التصوير برنامج مداوله، مثل معايا هي الزوجه ديالي. الزوجه ديالك ممثله معاك نيت الزوجه ديالك؟ فين كاين المشكل؟ كاين ثنائيات زوينين كانوا. علاش ما درتهاش انت؟ ما كانش عندك الفكره باش ديرها في مسرح معاك ولا؟ لا، خدمت معايا مسرحيه الكابرانا، وكانت هي الدور ديال الكابرانا. حاليا الكاستين ما طرحش الزوجه، فبالتالي ماشي مشكل، ولكن ملي يكون الكاستين طرح حياه فوزي مرحبا بالراس. ولا كان شي جديد في رمضان؟ ان شاء الله الرحمن الرحيم، كاين المسلسل كيف قلت لك. اها، كاين مسلسل نتمنى انه تبقى. مسلسل مع من؟ مع جميلة البرجي بن عيسى، مخرجة جميلة، هي جميلة ومخرجة جميلة وتبارك الله عليها، غنية عن التعريف. العمل فيه توليا العلوي، خويي، الخمولي، مجموعة من الأسماء. شنو غادي يكون الدور ديالك أنت في المسلسل؟ هو دائما شبيه بالأدوار الأخرى. مثلا حيت انا ديما كنعرفوك راه المنياري ذاك القبيح، المنياري ذاك المجرم، حتى هذا قبيح، حتى هذا فيه الاجرام، ولكن بشكل اخر بشكل عام. وكاين شي افلام من غير المسلسل؟ كاين فيلم سينما مع السي ابراهيم الشكيري ان شاء الله الرحمن الرحيم، سعيد والسعدية وابن مسعود، اللي تصور بين مراكش وبين الداخله. هذا فيلم كوميدي ولا فيلم؟ فيلم كوميدي، لان اللي لعب الدور الرئيسي ديالو هو عزيز داداس. عزيز داداس كنعرفوا انه مشى في الكوميديا تبارك الله، الله يسهل عليه، فبالتالي غيكون عمل جميل ان شاء الله. وهذا الدور ديالك حتى هو؟ لا، الدور ديالي ضابط شرطه. وما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ ما يمكنش دير ضابط. تصور عبد الرحيم، عبد الرحيم من غير غادي يدير ضابط شرطه. قادي درتي.